الله ضد ان مدرب محلي يمسك المنتخب؟ مع اكيد يعني نرجع للاحصائيات، اكتر ناس خدوا بطولات مع منتخب مصر هم مدربين محليين. كل المدربين الاجانب كان لينا تجارب كتير مع مدربين اجانب، محدش عمل حاجه، محدش خد بطولات. معاك، عمر المدربين الاجانب ما بتنجح معانا، دي طول عمرها معروف. مع لان اصلا كل ما اغلب البطولات اللي مصر خدتها كان مدربين محليين هم اللي ماسكين المنتخب، مش مدربين اجانب. المدرب الاجنبي صحيح بيطلعك بس اول الطريق، بس بعد كده انت بتقع. لا انا مع مدرب محلي يمسك المنتخب، عشان على الاقل هو هيبقى عارف الدوري بتاعنا ماشي ازاي، وعارف الدنيا هنا في كبلد في الكوره ماشيه ازاي اكتر من المدرب الاجنبي. مع طبعا. ليه؟ اول حاجه انا بحس شويه ان الفريق بيبقى محتاج روح، فمع التجربتين اللي فاتوا بتاعت كوبر وبتاعت اجيري ما كانش في روح خالص في الملعب. طبعا ده حاجه اكيده، يعني عشان خاطر اقول لك على حاجه، يعني هو المدربين المصريين عندنا مش وحشين. حضرتك شايف مين يصلح ان هو يمسك اداره المنتخب؟ كمدرب في كتير، في ممكن حسن شحاته نرجعه تاني، كابتن حسام البدري اولا، زي الكابتن حسام حسن، ابراهيم وحسام حسن، الكباتن الكبار دولت لو مسكوا المنتخب يبقى حاجه تانية وهيتغير على قديم. كابتن حسام حسن هيبقى في اضافه، عنده روح، عنده تكتيك معين بيلعب بيه، وفي نفس الوقت المرتب مش هيبقى غالي، مش هيبقى كتير يعني. بس في كيادات فعلا ممكن تمسك المنتخب زي حسام حسن او رضا عبد العال، يعني الراجل ما قالش كلمه غير وطلعت صح. ممكن مثلا حسام حسن من الناس اللي انا بحبهم جدا في التدريب، نلاقي واحد زي حسن شحاته مثلا كده يكون عايز تفكير شويه.